من الأخطاء التي يقع فيها الناس عند لفظ الجلالة مع التكبير أنه يقول الله أكبر، هذا خطأ. وإن كان في الأذان يبطله، وإن كان في الصلاة يبطلها، لأن لما تقول الله أكبر فالله مبتدأ، واو حرف عطف، أكبر معطوف على مبتدأ، لكن هي الله أكبر، الله مبتدأ وأكبر إيش؟ وأكبر خبر. نعم.